ومن لندن مباشرة معنا الآن الأكاديمي والدبلوماسي السابق غسان العطية. أهلا بك أستاذ غسان، كيف تابعت حفل تنصيب بايدن الذي قرر ترامب عدم حضوره تاركا وراء 4 سنوات من الجدل وواشنطن وهي تغص بآلاف الجنود والتأهب الأمني، كيف رأيت ذلك؟ المشهد اليوم هو مشهد انقسام أمريكا، انقسام واضح، ودعوة بايدن بخطابه بحديثه عن المحبة والتسامح كله يحاول أن يلمس الشق في المجتمع الأمريكي، وبايدن ترامب من كلامه يعتقد أنه بإمكانه يعود، لا بل حتى يفكر بإنشاء حزب آخر غير حزب الجمهوري لكي يتصدى للعمل السياسي، فمشاكل أمريكا باقية لأمد طويل. نعم، حتى الآن أستاذ غسان يبدو من تصريحات فريق بايدن أن السياسة الخارجية لأمريكا في العراق والمنطقة ربما لن تتغير كثيرا، هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا، السياسة الأمريكية الجديدة ستكون أكثر وضوحا واتزانا وأكثر أن تكون مؤسساتية بدل ما تكون ردود فعل كما شاهدناه سابقا. الآن في خطاب بايدن لم يتحدث عن إيران إطلاقا، لأن مشاكله هي مو إيران، هي مشاكل داخل أمريكا أولا. والشيء الآخر بكلامه الواضح أنه لا يريد أن يدخل بحروب أخرى، وهو كان معارض للاحتلال العراق 2003، وهو كذلك كان معارض لدخول الأمريكان في سوريا، وهو ليس بوارد العودة مجددا. ولكن ما ترك ترامب من الصعوبة التخلي عنه، فالشرق الأوسط لا يمكن التعامل وياه فرادة، لابد من صفقة متكاملة. فالسلاح النووي أصر أن الآن الموقف الأمريكي يلتقي مع الموقف الأوروبي، وهو يجب أن يدخل الملف الصاروخي في الموضوع، وإضافة لذلك كما بيّن وزير خارجية جديد بأن النفوذ أو الأذرع الإيرانية في المنطقة. هذا الكلام أضيف إلى شيء جديد وغاية الأهمية، أن إسرائيل انتقلت من جزء من الحلف الأطلسي إلى جزء من ما يسمى القيادة المركزية Central Command في الدوحة، وخطاب وزير الخارجية يؤكد أي مفاوضات أخرى مع إيران يجب أن تشرك دول الخليج وإسرائيل. هذه كلها أو مواقف تعقد المشهد. الآن إيران في البداية كموقف تفاوضي قالت نحن نعود، لكننا نعود كما كنا، يعني بدون موضوع الصواريخ بدون غير شيء. هذا غير مقبول، ولذا لا أعتقد في الأشهر القادمة ستكون قضية إيران على العلن، وإنما ستكون مناقشات تحت الطاولة والوسطاء. والآن قطر تقدمت بفكرة أن تكون وسيط، نعم. وكل هذه يجعل، أما عراقيا إذا تحب تسأل تفضل. نعم، هو عراقيا ما ينعكس العلاقة بين الولايات المتحدة وأمريكا، يعني راح تثبت نفس العلاقة ولا في تقدم راح يكون فيها مختلف عن ترامب؟ يا عزيزي، مشكلتنا احنا كحيين ان ليس هناك موقف عراقي، هناك موقف كردي، هناك موقف لمناطق معينة، مواقف شيعية، بس سياسة واحدة لا وجود لها. الآن المطلوب عراقيا ان لا يمكن ينحل الشأن العراقي دون تغير في السياسة الإيرانية. نعم. اذا ايران وجدت ان التغير، ان الانتخابات بالعراق تحرمها من النفوذ بالعراق، ستزور الانتخابات أو طيب. تمنعها. فإيران أساسي في الموضوع، الوحيد اللي قادر أن يأثر على إيران هو الطرف الأمريكي. نعم، الأكاديمي والدبلوماسي السابق غسان عطية، شكرا جزيلا، محدثنا من لندن.